شيلون الزجاج اول شيء. ايوه بس نشوف. تشغلون ولا لين يجي المدرب؟ لا نشتغل. اول شيء نفتح نرفع الطبول احسن. بعدين خلينا نشوف. اول شيء المدرب قام من هنا حرف الدين. اي هاي بسيطة. ايوه هاي بسيطة. انا بجيب هاي. ايوه. اول لا تشوف.
يسوون شناكل ويسوون حرف تي ويشيلون الباب. ممكن تغير السيناريو ها؟ فعادي حط حسابك الحين ايش راح يصير معك الشغل. انت عارف كل شيء مقاس مستخدم عليه صح؟ هاي هاي وش الياباني الدول ايش؟ فك وشناكل و طيب خلي هو زين يا شباب واضح شغلكم صح؟ أول مفاجأة تصير لك شغلك الأول أول شغلك رفع اللي كنت عليه هذه قصة داود أول شغلة هذه راح يكون لك وقت داود خل حوالي لا 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 هذا يا ولد بس خلي خلي داود بلش بلش خبر داخل يجي ممنوع أردت طول أنا جز ما يبي نفرنا عندك خمس دقائق وبلش الوقت خلاص بل الوقت بلش شغل ولا بسيطة نبي سرعة في الشغل ولا سيناريو شو؟ لا ولا شيء ولا واحد سرعة ولا في الشغل نص ساعة شو؟ يجيبون المايدات ما يبي داخل أربع دقائق خليك شوف مشاغب ايش عليك اخوي اخوي برا برا اخوي يلا برا ما ادري برا يلا فيديو هنا ترى فيديو ممنوع فيديو ممنوع يلا برا فيديو هنا ممنوع هنا No, no, no.
لكن وقتك محسوب، الزايد محسوب. دعامية. برا. دعامية، جيب دعامية. لا انت بايسبل. ها شغل ما في انت. برا. خلاص شغل. برا. بعدين القزاز المفروض تكسر القزاز. كان انت ما في شغل هذا. شنو برا. انظر فوق. حاسب على يدك يا ابراهيم. خلاص ابراهيم ابراهيم ما الدعم يا سحت اشوف كلهم برا عطف برا برا هاي كلهم برا الحين صار لك ثلاث دقائق زياده على شغلك والله انا هنا الفضايد الجول انت لا مدفوع